أولدي راه ملف كياكل ويرقد حدايا ويغطيني ويفرش ليا. علاش بغيت تحرموني من ولدي هو كيقودني؟ بالضرورة ترى ولدي كيعومني لما فراسكمش، كيعومني ويصب ليا وينشر ليا لما كاين تحت، وكيطيب ليا أتاي وطيب ليا الغدا. وهاد السيد الله يعمرها دار، كيما ترى الوالدة ديالو خدام عليها مسكين. كاملين الجيران كاملين كيقولوا الله يعمرها دار. هاد السيد هذا راه ما عمرو ما شفر، أنا كلمة حق راه غنقولو. هما كانوا كيمثلوا، هو الفيلم كانوا غا كيمثلوا. فيلم قصير زعما على أساس أن الفكره اللي ديال الفكره اللي كاينه في الفيلم هو ان هذا الفيلم ان انعدام الامن. هما بغاو يوصلوا هذه الفكره بهذا الفيلم القصير. هو سيفري ما خصهمش يوصلوا بهذه الطريقه هذه بدون واحد الرخصه من عند السلطات، ولكن حتى السلطات نتمنوا فهمتي يسمعوا هذا الميساج هذا ويشوفوا في وجه هذه السيده هذه حتى هي زيد 5 سنين وقيدته في التشنيد وقالوا لي راه ما جاتش في النوبات خطره غيدوه في النوبه الثانيه. وجا عندي سعادة المقدم وطلع وخا دار لونكيط ودار كل شيء وقال لي هذا الولد ما عنده لا سوابق لا والو، راضي عليه القيد وراضي عليه المقاطعه وما وصلاتوش النوبه. وانا كنتسنى تتوصلوا النوبه، ولا ما وصلاتوش النوبه راه بارك تيجيب ليه الله شي ستره باش يتستر شي خديمه. قال لك ماما انا غنبيع الديطي باش نعاونك، ان الكره واعره 40000 ما كيحسبها حتى واحد. المتنفس الوحيد اللي عنده هو هذه القضيه هذه اللي دار، يعني الناس راه باغيين غير ينسيو شويه الهموم ديالهم، والناس راه فهمتي راه يعني راه واصلهم العظم. وبنادم يعني يلقى هاد اللعيبه هادي اللي غادي غيفوج بها على راسه، قالوا ارو ما نديرو يعني هذيك اللعبه ديال نضحكوا نشطوا شويه. هو دار فيلم قصير ما عرفش من بعد اش غيطرا. السيد راه ما عمرو الى الله اعلم عاوتاني ما عمرو ما دخل للحبس، ولا عمرو تشد شي شده ديال السرقه، ولا عنده شي سابقه ديال السرقه. واش لقى عنده شي سوابق؟ ما عندوش. انا راه مؤخرا باش جيت، راه ما كامله حتى سيمانه باش جيت هنايا كريح قدام المحل عندي. الجيران كاملين بعيالاتهم برجالاتهم كلشي كيقول لك اودي ذاك الدري لا عمر هذا، واصلا هو عنده يوتيوب، عنده قناه ديالو في يوتيوب. خويا هاد السيد هذا راه درويش و شنقول لكم الله يدير ليه شي شاوي ديال الخير. انا كنادي السي الحموشي وكنادي الامن وكنادي كلشي، يرحموني ويرحموا ولدي، راه ما درت شي حاجه والله العظيم ما دير والو، راه مظلوم ومش هكاك. راه كون عارفه ولدي انا دير شي حاجه راه ما نوقفش عليه، وكون عارفه ولدي ظالم والله ما نوقف عليه، وكون عارفه ولدي كيعدل شي حاجه من غير القانون اللي كاين في الدوله راه ما نوقفش عليه. واليوم كنطالبكم تفكوا ولدي، راه حماق انا ما بقيتش كنرقد لا ليل لا نهار، كنلقي النهار في الكوميسيري وما كنشوف ولدي وما كاين اللي كيقول لي شي حاجه. راه ولدي ما دار والو عباد الله، راه ولدي كيخدم عليا وكيجيب لي طرف الخبز. راه ولدي عارفين الناس كلشي الا كان شي حاجه وشاهدوا واش فيه على الله، شاهدوا على الله الناس والجيران. رانا درويش مولانا وما بغيت كاع هذا الشيء. راه حتى امه كتقول لولدها سير وكون في الضياع. اي ام تتبغي لولادها الصلاح والفلاح، طب حتى الدجاجه ما كتبغي حضانتها تضيع. بغيت ولادي يكونوا احسن من كل من نفسي انا، ويكونوا هاد الاولاد كلهم احسن. وهاد الاولاد مساكين اللي مشاو هكا اربعه راه ما دايرين والو، راه ما دايرين والو. قلبوا اليوم الملفات ديالهم واش عندهم الصوابق، قلبوا واش عندهم شي اجرام ولا عندهم شي حاجه. نديروا كاع غلطوا قلت عقلهم ومثلوا، رحموهم وسمحوا ليهم وقولوا لهم ما تعاودوش خطره اخرى، وقولوا لهم راه انتم باقين ما عارفينش شنو. وما كيقولوا لك بغاو يديروا بحال شي واحد كيفرح باغي يلعب وهو ما عارفش فاش كيلعب. انا ولدي انا ما عرفتوش مسكين، علاش؟ واش كاين شي واحد بغى يمشي برجليه للحبس؟ ولا كاين شي واحد يبغي يسد عليه؟ ولا كاين شي واحد من هذه سيمانه وانا كندخل ليه الحليب والماء والخبز؟ واش ما عرفتوش هذه الياس اللي ديتو على هذه الكفيفه شحال كيقضي ديال الغرادات؟ ولا انتم حيت شتوني انا عمي صافي راني ما قادر ندير والو، راه ما كنشوف لا طوموبيل لا بشكليط لا ولادي، راه ولدتهم عميه. هاد الاولاد اللي بغيت تحرموني منه راه كاع الامهات شافوا ولادهم وانا ما شفتهمش. انا ولدت ولادي في 90 و93 و95 عميه،
ما عارفهم بيضين ولا كحلين ولا زرقين. وحمدت ربي حيت ولادي ما شفتهمش، وحمدت الله حيت ما كنشوفش، حيت ما بقى ما يتشاف. حمدتك يا ربي اللي خليتيتي عيني، كون بقاو لي عيني غادي تضيمني نفسي. انا بقيتكم تنصفوني وتنصفوا ولدي، انا كنطلب المخزن والدوله والواكيل والقودات والباشات والمقدمين والقياد يشوفوا من حالي ويرحموني. شوفوهم واش عمرني قلت لهم عطوني شي حاجه، قلت لهم عطوني عكبتي، ما ديوش عليا ولدي. انا كنطالبك يا سي الحموشي، انا كنرغبك انصف لي يا ولدي، ولا لقيتي فايت الحدود ودير شي اجرام وعنده صوابك كثيره ما تخرجوش ولي يدك طويله لي. ولكن ولدي اجا يضحك وديتوه، ولدي راه كون عارف التمثيل ما يمثلوش، ولدي راه ما عندوش العقل، ولدي راه باقي صغير ومهتير. السلام عليكم. المهدي من حي البركه. هاد الدري اللي مشى لينا ولد الدرب راه الدري ماشي شي واحد اللي خايب ولا شي واحد اللي مجرم. مسكين الا كان كيصور 50 60 درهم في النهار كيعين الوالده ديالو مسكينه مكفوفه، خاصهم يتابعوا ماشي هاد الدري مسكين، الدري اللي داير لاباج اللي مطلع هاد الباج ديال الاجرام، حيت هاد الدري درويش ما يستاهلش هادشي اللي فيه دابا. وحشومه وعار وعيب، وجبت ليه سي في شل عنده باش يخدم معايا في ميريزكو وما قبلوش، علاش الله اعلم. ها هو مليوح دابا من النار الخميس بالشوع بالحليب والخبز والماء، كون عنده العقل ما غادي يدير هادشي. ولكن كنطلب من الله ومن السلطه ومنكم ومن الشعب يشفعوا في هاد الولد ويرحموني، يسمحوا لي على وجهي، يرحموني وانا قليل صحه، يرحموني وانا كفيفه 30 سنه وهاد الولاد اللي الدوره ما شفتهمش. وانا كنطلب الله والله يرحم والديكم، وانتم لا سترتوا على ولدي لا يستركم، قولوا ها كلمه الحقيقه، قولوا كلمه حتى قلنا اميمتي والله حتى دري في الياس اقسم لك بالله العلي العظيم. اشهد لله، قال لك اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هو دري درويش كنتمنوا من الله ان السلطات تاخذ دير تاخذ القانون بروح القانون، ما تطبقش القانون، تاخذ الدراري هادو على طيش عقلهم. دري درويش اخويا، كنطلب من السير حموشي الله يدير لي الشاوي ديال الخير ويوقف معاه، حتى السيد ما مجرم ما والو. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناه الصحيفه 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.